السلام الله عليكم مشاهدين الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. جلالة الملك يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية ويعين رئيسها. جلالة الملك يستقبل عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم. مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم مرتبطة باستكمال كافة مراحل تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للرؤية الملكية المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية. انطلاق أشغال مؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بدبي، حدث عالمي يحضر فيه المغرب بتجربته ومبادراته وريادته الطاقية. أهلا بكم. اليوم استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، لا سيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها. التفاصيل. نعم سيدي أعزك الله، يتشرف بالمثول بين يدي جلالتكم نصركم الله رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الجدد. الرئيس السيد محمد أمين بن عبد الله. وقد تفضل جلالة الملك حفظه الله بتعيين السيد محمد أمين بن عبد الله رئيسا للمحكمة الدستورية خلفا للسيد سعيد إهراي الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه. الأعضاء السيدة أمينة المسعودي. السيدة أمينة المسعودي العضو المعين من قبل جلالة الملك عزه الله. السيد نجيب با محمد. السيد نجيب با محمد العضو المعين من قبل جلالة الملك. السيد محمد القصري. السيد محمد القصري العضو المنتخب من طرف مجلس النواب. السيد محمد ليديدي. السيد محمد ليديدي العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا. أن أكون مخلصا لديني. لديني ولملكي. ولملكي ولوطني. ولوطني وأن أقوم بالمهام المسندة إليه. وأن أقوم بالمهام المسندة إليه بإخلاص وأمانة. بإخلاص وأمانة وأمارسها بكامل النزاهة. وأمارسها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور. في ظل احترام الدستور وأن أكتم سر المداولات والتصويت. وأكتم سر المداولات والتصويت وأن لا أتخذ ولا أن أتخذ أي موقف علني. أي موقف علني أو أفتي في أي مسألة من المسائل. أو أفتي في مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق. التي تدخل في نطاق اختصاصات المحكمة الدستورية. اختصاصات المحكمة الدستورية. الله يبارك فيك سيدي. جلالة الملك حفظه الله استقبل أيضا بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم. نتابع. السيد يوسف العمراني سفير صاحب جلالة الولايات المتحدة الأمريكية. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. صح كوردي على قالك سيدي. السيد محمد أيت علي سفير صاحب جلالة بجمهورية مصر العربية. الله يبارك عمر سيدي. الله يعاون قالك سيدي. الله يصلح ورد عن قالك سيدي.
السيد عبد القادر الانصاري سفير صاحب الجلاله بجمهوريه الصين الشعبيه الله يبارك عمر سيدي الله يصلحك ورد عليك سيدي السيد احمد تاجي سفير صاحب الجلاله بدوله الامارات العربيه المتحده الله يبارك عمر سيدي الله يعاون قالك سيدي الله يصلحك ورد على قالك سيدي السيد فؤاد اخريف سفير صاحب الجلاله للمملكه الاردنيه الهاشميه الله يبارك عمر سيدي الله يبارك عمر سيدي الله يعاون قالك سيدي الله يصلحك ورد عقالك سيدي السيدة سميرة سيطاير سفيرة صاحب الجلالة بالجمهورية الفرنسية الله يبارك عمر سيدي الله يعاون قالك سيدي الله يصلحك ورد عقالك سيدي وقد أدى السيد فؤاد أخريف والسيدة سميرة سيطايل القسم بين يدي جلالة الملك أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ولملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة الله يبارك عليك الله يبارك عليك حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. تنفيذا للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تقام غدا الجمعة صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة على الساعة 10 صباحا. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أوضحت في بلاغ لها أنه جريا على سنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كل من حبس المطر قرر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عز الله أمره إقامة صلاة الاستسقاء تخشعا وتضرعا إلى الباري جلت قدرته أن يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته ويحيي بلده الميت فهو سبحانه وتعالى الملاذ والمرتجى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته حفظ الله سيدنا الهمام بما حفظ به الذكر الحكيم وجنب البلاد شح المطر وجذب السنين وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وحفظه في باقي أفراد أسرته الملكية الكريمة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية اليوم على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط السيد جون بيير لاكروا نائب الأمين العام الأممي لعمليات السلام الذي يقود وفدا أمميا وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا الاستقبال جرى بحضور مسؤولين عسكريين سامين بالقوات المسلحة الملكية انعقد اليوم في الرباط مجلس للحكومة وفي مستهله كلمة لرئيس الحكومة تناول فيها بالأساس استكمال كافة مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر نتابع سيدات السادة الوزراء أود أن أتقاسم معكم في بداية أشغال هذا المجلس مشاعر الاعتزاز بنجاحنا جميعا حكومة وظلما في استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي واسمحوا لي
أن أنوه في هذا الصدد بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفته أغلبية ومعارضة من أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والاستراتيجية. إننا كحكومة تحلينا بالجدية والفعالية اللازمتين ولإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسم التنظيمية والتطبيقية لها والسهر على مواكبتها في وقت قياسي في احترام تام للأجندة الملكية. سيدات والسادة الوزراء، بعد أقل من شهرين على خطاب جلالة الملك نصر الله الذي دعا فيه من خلاله إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، ها نحن اليوم بصدد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من خلال التداول بخصوص مجموعة من المراسم المتعلقة بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر وبتحديد عتبة الاستفادة من هذا الدعم وبتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في إطار حرصنا على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية. بالموازاة مع الجانب التشريعي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانية لهذا البرنامج الذي يعتبر تجزيدا لمضامن البرنامج الحكومي، بحيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية لتنزيل مختلف التدابير والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الوصل التاريخي وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة قبل نهاية السنة الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها جلالة الملك حفظه الله. وفي هذا الصدد كيسرني أن أخبركم أنه تم الانتهاء من إعداد منصة رقمية ستكون متاحة للمواطنين، بحيث يمكن ابتداء من 2 ديسمبر للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة التسجيل في هذه المنصة من أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية دجنبر. وفي الأخير أدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة والتنسيق المضبوط من أجل التنزيل السليم والسلس لهذا الورشي الملكي التاريخي الذي يعزز بناء مغرب التقدم كما يريده جلالة الملك حفظه الله. والسلام عليكم. الدعم الاجتماعي المباشر ومحاور أخرى تناولها جدول أعمال مجلس الحكومة الذي صادق أيضا على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية. في المتابعة نوال جراري. تداول مجلس الحكومة وصادق على 3 مشاريع مراسيم متعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمها فوزي لقجاع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون المرتبط بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولا سيما المواد التي تهم تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدة إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية. قصر مشروع هذا المرسوم المقصود برب الأسرة بالنسبة لي لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة حسب الترتيب في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9.74/3001، مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
فيما يتعلق مشروع المرسوم الثالث الذي تمت المصادقة عليه بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون المحدث لهذه الوكالة، ولاسيما المواد المرتبطة بوصاية الدولة على الوكالة وكذا بتأليف مجلس إدارتها. حصر هذا المشروع ممثلي مجلس إدارة الوكالة في السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والمندوب السامي للتخطيط، بالإضافة إلى التنصيص على تعيين الأعضاء المستقلين المنصوص عليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 5923. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفية الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قدمه محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. ولتسليط الضوء على مستجدات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ينضم إلينا من الدار البيضاء الأستاذ الجامعي والخبير في الحماية الاجتماعية الدكتور طارق القدالي. مساء الخير. مساء الخير سيدي الكريم. مرحبا. إذن دكتور، اليوم مجلس حكومة حدد العتبة للاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فبداية شنو يعني تحديد العتبة في إطار هذا المنظومة دي استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي؟ طبعا باش يعني نوصلوا الفكره للمشاهد الكريم بان عتبه الاستفاده معناتها ان رب الاسره او المصرح بالاسره او الزوج او المتكفل بالاطفال او النائب الشرعي او الحاضن في حاله يعني عدم وجود يعني في حاله انفصال عرى الزوجيه واللي عنده الحضانه ديال الوليدات، معناتها انه خص يتوفر في مجموعه من الشروط من اجل الاستفاده، وهذا اللي كنقولوا عتبه الاستفاده. وهذه العتبه كتحدد مؤشرات. الا قلنا القانون ديال الدعم الاجتماعي كنخصو بان كتوفر في الشخص اللي غيستافد مجموعه من الشروط. نعطيو مثال، خصو عنده اولاد في وضعيه اعاقه، في حالة الناس اللي غيستافدوا من تعويضات تكميلية بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، بالنسبة للأسر اللي عندها ما يسمى بتعويضات جزافية اللي كتكون في وضعية هشاشة خصها تلبي واحد مجموعة من الشروط اللي هي محددة فيما يسمى بالسجل الاجتماعي الموحد. وفعلا ملي كنقولوا التوجيهات الملكية السامية خصنا نستغلوا هذه الآلية القانونية من أجل الاستهداف الأمثل للأشخاص اللي غيستافدوا من الدعم الاجتماعي. لقينا البارح ما يسمى بتحديد عتبة الاستفادة من متضامن، الناس اللي كانوا عندهم الرميد في قبل وجاو كيستافدوا حاليا من متضامن، فتحدث عتبة الاستفادة بأن خصهم يكون عنده واحد المؤشر أقل من 9.32. اليوم المرسوم بعد ما صادق على القانون ديال الدعم الاجتماعي من طرف البرلمان، اليوم المجلس الحكومي صادق على مشروع المرسوم اللي كيحدد عتبة الاستفادة في واحد المؤشر اللي هو 9.74، بما معناته أن الأشخاص اللي غيبغيو يستافدوا من برنامج الدعم الاجتماعي فخصو يتوفر على معدل 9.74. وشنو هو المعدل؟ يعني بانه جمع جميع الشروط اللي باغيها هذا البرنامج ديال الدعم الاجتماعي، بما في ذلك الا كانت في وضعيه هشاشه عنده مؤشرات اقتصاديه واجتماعيه، الا كان خاص التعويضات العائليه كتوفر شروط في الوليدات بما في ذلك سن التمدرس، ولا ما كانش عنده يعني او يعني الوليدات يعني في سن التمدرس غيستافد بما يسمى بتعويضات جزافيه. والاهم من ذلك هو ان ملي غيوفر هذه الشروط وغتولي عتبه الاستفاده غيستافد اقل استفاده وهي 500
1500 درهم في الشهر، وبطبيعه الحال اذا كانوا عنده وليدات غتزاد الى حدود يعني 1200 درهم في افق سنه 2025. طيب رئيس الحكومه اعلن كذلك على منصه رقميه اللي غادي تكون يعني متاحه ابتداء من نهار ديال السبت، خاصه يعني خاصه بالناس اللي كتوفر فيهم هذه الشروط اللي تكلمتوا عليها، الشروط ديال عتبه الاستفاده باش انهم يتسجلوا ويستافدوا من مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من نهايه شهر دجنبر. فبهاد الاجراءات الجديده اللي شفنا، ففين وصلنا اليوم في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وفق التوجيهات الملكيه الساميه؟ طبيعة الحال كنذكروا الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من سنة التشريعية الثالثة، واللي جاء يعني صريح من ناحية التوجهات الملكية السامية، وأهم هذه التوجهات وهو العمل، كل عمل من أجل التنزيل السريع، من كنقولوا التنزيل السريع لهذا المشروع الملكي الكبير والطموح. فعلا شفنا التجاوب ديال البرلمان في يعني في زمن تشريعي يعني لن يتجاوب تجاوز واحد 47 يوم، بطبيعه الحال لم يتجاوز شهران، انه تصادق وتمت واحد الموافقه بطبيعه الحال، لا المعارضه ولا الاغلبيه رجحت المصلحه الوطنيه من اجل تنزيل مشروع ملكي كبير وطموح. وبالتالي ففين وصلنا؟ تفضل تفضل الاستاذ. طيب شكرا لك الأستاذ الجامعي والخبير في الحماية الاجتماعية الدكتور طارق القدالي، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. إلى دبي التي تحتضن أشغال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، موعد يعرف مشاركة أزيد من 160 من قادة وممثلي دول العالم يتدارسون سبل تسريع وتيرة العمل المناخي الجماعي وتفادي أسوأ تأثيرات التغيرات المناخية، حدث عالمي يحضر فيه المغرب بقوة بتجربته ومبادراته وريادته الطاقية. من هناك مراسلة هدى مسهل وحمزة السايح. أمام التحديات الكبيرة التي أصبحت تفرضها التغيرات المناخية المتطرفة على البشرية، وفي وقت أصبح فيه ملف الاحترار العالمي يضغط بقوة على المجتمع الدولي لتبني حلول أكثر واقعية، انطلقت أشغال الجلسة العامة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف كوب 28. آمال كبيرة وإن يحدوها الحذر أمام وصول ملف الاحترار العالمي مفترق الطرق تم التعبير عليها في هذا المحفل الدولي بدبي، وذلك بتمسك عدد من البلدان باستراتيجيتها المعززة للأمن البيئي، وضع ينطلق من توجه الاحترار العالمي نحو زيادة قد تتجاوز الدرجتين المئويتين وأربعة أعشار، فيما الهدف المنشود هو عدم تجاوز الدرجة ونصف الدرجة المئوية، ما يتطلب الاتفاق على خارطة طريق واضحة تلزم الدول الصناعية الكبرى في هذا الصدد. Technology development and transfer is key, I think. Also المفتاح اليوم لأزمة التغير المناخي يمر عبر التركيز على التحول الأخضر واستعمال التكنولوجيا بطرق سليمة. جيد جدا أن يتم الاتفاق بشأن تمويل صندوق الخسائر والأضرار لينضاف إلى طرق تمويل أخرى، والتي يجب أن تنعكس بشكل إيجابي من قبل الدول المستفيدة منها واستثمارها بطرق سليمة. المغرب يشارك في هذه القمة العالمية بتجربته وخبرته وريادته في مجال الطاقات المتجددة وبرامج التخفيف من آثار التغير المناخي، وأيضا من خلال التزاماته بالانخراط الكامل في العمل المناخي العالمي، وعبر الترافع على القارة الإفريقية القارة الأكثر تضررا جراء هذه التغيرات المناخية. I think it's a great opportunity for every country in the world to do something that's very impactful. إنها مناسبة جيدة نلتئم خلالها في مواجهة تداعيات التغير المناخي. جلسة اليوم أكدت على أهمية أن نكون كدول إفريقية أكثر نشاطا في هذا الاتجاه، وأن نطبق أفكارا مستدامة، وأن نكون في حالة تأهب للعمل لصالح المناخ. Today everybody has to be working on better solution, thinking about the planet.
وإذا كان تقييم التزامات الدول خلال القمم السابقة موضوعا محوريا في هذه المفاوضات، فالأمر يوازيه أيضا أهمية الانتقال الأخضر وبرامج التكيف مع تطرف المناخ والصحة العامة وأيضا التمويل الذي ما زال لا يناسب حجم التحديات المطروحة. حجز التمويل هي بتساعد للمناطق المتضررة، بنتمنى ان احنا كافارق ان احنا متضررين اكثر ممكن نستفيد من التمويل يعني، لكن احنا كافارق لازم نكون نستفيد من اكثر حجم، لان احنا اكثر حجم متضررين من هذا التغيير المناخي. انعقاد هذه القمة في دبي هو المحطة 28، وفي كل قمة تطرح الكثير من التطورات المتعلقة بتداعيات المناخ، ولا يقتصر ذلك في خفض درجات الحرارة، وإنما هو أبعد من ذلك من حيث المحافظة على أمن الطاقة وأمن البيئة. ونرجو خلال هذه القمة أن تساهم الدول الصناعية الكبرى في الالتزام بدعم مشاريع التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، ولا سيما بما يتعلق بدعم الدول النامية. الشباب قوة التغيير في مجال التغير المناخي، كما تؤكد على ذلك القمة. يحضر هنا ليكون فاعلا مؤثرا مبتكرا ومجددا بأفكاره، فجهود اليوم هي التي ترسم المستقبل. نعمل مع المجتمعات المحلية المتضررة جراء التغير المناخي، ونعمل أيضا على تغيير الأفكار والعقليات بما يستجيب للأزمة. الجفاف المتواتر والأمراض والضغط الحاصل على الموارد المائية كلها مواضيع تطرح نفسها بقوة، والهدف اليوم هو أن نحصل على الدعم من قبل منظمات المجتمع الدولي. غدا تنطلق القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ومنتظر حضور ممثلين عن 180 بلدا عبر العالم، ما يشكل فرصة جديدة للتعامل مع أزمة المناخ بشكل جماعي، يضع مستقبل الدول النامية الأكثر تضررا جراء التغيرات المناخية في صلب الخطوات المزمع اتخاذها. ومن دبي تنضم إلينا اللحظة السيدة ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. مساء الخير سيدتي. مساء الخير سيدي، شكرا على الاستضافة. مرحبا. إذا بداية نتكلموا على أهمية انعقاد هذه القمة في سياق دولي يعني يعرف تداعيات وآثار كبيرة للتغيرات المناخية. شكرا ومساء الخير. اليوم طبعا كوب 28 جد مهمة، لأنه صبح أولا توازن مشلقوا التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وأيضا متطلبات الاستدامة والحماية على البيئة ضرورة أكثر إلى حل، لأن كيف ما كتعرفوا سنة 2023 عرفت أرقام قياسية في درجة الحرارة، فلذلك هاد المعادلة جد صعبة. فأهمية كوب 28 هذا المحور الأول ديالها. المحور الثاني هو طبعا الولوج ديال دول الجنوب لتمويل، واحد التمويل اللي غاس يكون طبعا متوازن وشفاف وعادل بين الدول، وايضا واحد التمويل اللي كيمكننا التمويل ديال التحفيزات اللي معطيه في مجالات الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه. وتنظن ان المحور الثالث اللي كيبين الاهميه ديال كوب 28 هو واحد المحور اللي كرس الرئاسة المغربية للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وطبعا حتينا عليها أيضا في اجتماعات البنك الدولي والصندوق النقد الدولي في مراكش، اللي هو ألا وهو إرجاع الثقة في التمويل الدولي، إرجاع الثقة في المجتمع الدولي، وفي أيضا في التعاون المتعدد الأطراف، خصوصا كيف ما شرت إليها سيدي مجموعة من الأزمات اللي ضربت العالم، أزمات مناخية، أزمات اقتصادية، وأيضا أزمات سياسية. طيب كيف ما تبعنا يعني في المراسلة تطلعات كثيرة لدول العالم من هذه القمة، فشنو المنتظر منها خاصة إذا ما تكلمتوا أنتم على حجم التمويل والتحول الطاقي وكذلك الشراكات بين الدول؟ هو طبعا المنتظر الأول هو هدف طموح،
ورساله طموحه باش نرجعوا للهدف اللي كان مسطر ديال 1.5 درجه مئويه. فهذا الهدف هو هدف جد مهم، وطبعا فلذلك باش نوصل لذلك خص تعبئه تمويلات بكل جديه، بواحد التوازن ما بين مشاريع التكيف ومشاريع التخفيف. المتضرر الثاني كنظن هو تفعيل صندوق الخسائر، اللي هو واحد الصندوق اللي كان دار باش يساعد الدول اللي اكثر تضررا من التغير المناخي، وطبعا غادي نوهو بالمبادره ديال الرئاسه ديال كوب 28 لدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه، اللي اليوم في اول يوم ديال المؤتمر عبئات 100 مليون ديال الدولار، وهذه اشاره جد ايجابيه لبقيه العالم، وكتمشي في نفس السياق ديال الهدف ديالنا ديال ارجاع الثقه في التعاون متعدد الاطراف. سيد الوزير تفضلي بالبقاء معنا، سنعود اليك لمواصله الحوار. في كوب 28 تحضر قصص نجاح مغربية في مشاريع الطاقة المتجددة والتزامات ومبادرات بقضايا المناخ تختزلها عديد البرامج التي تم تفعيلها للاستجابة للتحديات الملحة للتغيرات المناخية. محمد الواهبي. سطرت المملكة إجراءات للاستجابة للتحديات الملحة للتغير المناخي، قدمها للأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. من أهدافها تخفيف الانبعاثات بنسبة 45.5 بحلول سنة 30 و2000. مكتسبات تحققت تبرز التزام المغرب بالتنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع التغير المناخي. بالمقابل أجرى تدابير لتنويع مصادر الطاقة ضمنها الطاقة الريحية والطاقة الشمسية، كمسعى لبلوغ 52% من الطاقة الكهربائية من هذه المصادر المتجددة النظيفة بحلول سنة 30 و2000. منحى كرس جهود المغرب الذي أضحى رائدا إقليميا في مجال الانتقال الطاقي. المقاربة الطموحة والشاملة تؤكد الحاجة إلى إزالة الكربون على نطاق واسع من الاقتصاد من خلال برمجة ورش هام يتعلق بإرساء ضريبة الكربون المضمن في مشروع قانون المالي لسنة 24 و2000. آلية تصنف كنقطة تحول في مناخ الأعمال بالمغرب، وكذا الشراكات الاقتصادية للمملكة وأهدافها الاستراتيجية على مستوى الاستدامة والطاقات المتجددة وعلى فرص لانبثاق منظومة خضراء ومنفتحة على الاقتصاد العالمي. فالواقع الذي تفرضه التغيرات المناخية وتأثيراتها ساهم في تكيف المغرب مع تحدياته المناخية من خلال إحداث مشاريع مهيكلة تصون النظم البيئية والاعتماد على التقنيات المبتكرة للوقاية من الكوارث والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة واستثمار المشاريع المرتبطة بجودة المياه الساحلية. إن التدابير والإجراءات المتخذة وتلك المسطرة جعلت المغرب يخطو نحو مستقبل أكثر استدامة. طموحه تنفيذ مشروع عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر وتنزيله بالجودة اللازمة بما يضمن تثمين الموارد والمؤهلات التي يزخر بها والاستجابة لمشاريع المستثمرين في هذا المجال الواعد. وأعود لك ضيفتي من دبي السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. إذن المغرب يشارك في هذا الموعد العالمي بتجربته بريادته، فما هي الإضافة التي يقدمها على ضوءه في إطار العمل المناخي وكذلك كل ما تحقق خاصة على مستوى الترافع عن القارة الإفريقية؟ شكرا. فهو طبعا المغرب تشارك في كوب 28 بوفد رفيع المستوى اللي كيضم مجموعة من القطاعات الحكومية وطبعا الفاعلين والمهتمين بالمشاريع والمشاكل البيئية والمناخية، وأيضا في القطاعات ديال الصحة والتعليم والفلاحة والصناعة. أيضا اللي جديد هذه السنة هو طبعا كيف ما كتعرفوا المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله
كيلتزم بمجموعة من الأمور بما فيها طبعا الولوج وبلورة السياسات لاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة اللي هو مشروع مجتمعي حقيقي واللي كيبين أنه جاي الجديد من السياسات العمومية لجميع بزاف ديال الدول اللي مهتمين بها. وطبعا النقطة الثانية هي استراتيجيتنا الطاقية الوطنية اللي كيفما كتعرفوا كترتكز على ثلاثة المحاور: الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، والاندماج الجهوي. وطبعا بينا مجموعة من المبادرات الجديدة بما فيها طبعا الولوج إلى الغاز الطبيعي المسال، لبعض المشاريع في الصناعة الخالية بالكربون، تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، وأيضا بعض المشاريع في الابتكار والبحث العلمي، وأيضا طبعا عرض المغرب للهيدروجين الأخضر. سيدة ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من دبي بالإمارات العربية المتحدة. انعقد اليوم في الرباط اجتماع بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظف التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة. عماد أمسمير وأمين شرقاوي. اجتماع النقابات التعليمية مع اللجنة الوزارية كان مثمرا وأسفر عن مخرجات أهمها تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية من خلال دورية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تؤكد تعليق كل الإجراءات الموجودة في النظام الأساسي الحالي باستثناء مباراة التوظيف. تم الاتفاق لتفعيل كل القرارات اللي اتخذت تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة. أولا قرار ديال تجميد، وتم الاتفاق بأن غادي يكون واحد الدورية ديال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اللي غتوضح بأن هذا التجميد في الحقيقة غادي يعلق كل إجراءات اللي هي موجودة في النظام الأساسي الحالي، واللي من غير موضوع واحد اللي هو مباراة التوظيف، لأن هذه المباراة التوظيف عندها علاقة بالدخول المدرسي المقبل وفتح المجال باش هاد الأساسي ده يلتحقوا في سبتمبر إن شاء الله. الاجتماع تطرق لكل المواضيع والإشكالات المطروحة، وتم الاتفاق فيه على إلغاء العقوبات المضمنة في النظام الأساسي الحالي والعودة إلى نظام العقوبات في الوظيفة العمومية، على أن تتواصل في الأسابيع المقبلة مناقشة موضوع الرفع من الأجور. تم الاتفاق اليوم مع اللجنة يعني الوزارية ومع السيد وزير التربية الوطنية على التوقيف لهذا النظام الأساسي بقرار إداري سيوقعه السيد وزير التربية الوطنية ما عدا قضية ديال التوظيف. أيضا تم الاتفاق بشكل نهائي على سحب كل العقوبات اللي كتضمنها هذا النظام الأساسي والرجوع إلى مقتضيات الوظيفة العمومية. تم الاتفاق كذلك اليوم على أنه بعض الأشياء من داخل النظام الأساسي وعلى رأسها موضوع العقوبات، السحب ديال العقوبات ونرجعوا للعقوبات اللي كاينه في الوظيفة العمومية. تم الاتفاق كذلك اليوم بحضور وزير الميزانية على أنه تفعيل زيادة في الأجور خلال قانون المالية الحالي. أيضا إجراءات المرتبطة بتعديل كل المواد، اتفقنا أن سيتم تعديل كل المواد من خلال المراجعة الشاملة. ثانيا تم الاتفاق على زيادة في الأجر لكل العاملين وموظفي وزارة التربية والموظفات، أيضا من خلال لجنة ستعمل على ذلك يوم الأربعاء المقبل برئاسة الوزير المنتدب مكلف بالميزانية. غاءوا نظام العقوبات المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي والاحتفاظ بنظام العقوبات في الوظيفة العمومية. كذلك تم اتفاق على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية للنظر في تحسين الدخل، تحسين الأجور، وكذا إعادة نظر في نظام التعويضات. اجتماعات النقابات التعليمية مع اللجنة الوزارية ستتواصل إذن في الأسابيع المقبلة على أساس الانتهاء من كل الملفات المطروحة قبل 15 من يناير المقبل.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر. توجت المشاركة المغربية في المؤتمر الثالث للصحة العامة بإفريقيا التي احتضنتها زامبيا برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد الطالب بالموافقة على احتضان المغرب للنسخة 4 من المؤتمر الدولي للصحة العامة في إفريقيا. ويأتي اختيار المغرب لتنظيم هذه التظاهرة العالمية في إطار التعاون الوثيق بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها والاتحاد الإفريقي في مبادرة مشتركة تمثل تجسيدا واضحا لالتزام المملكة الراسخ بالنهوض بالصحة العامة في إفريقيا تماشيا مع التوجيهات الملكية الرشيدة لتأمين السيادة الصحية بالقارة الإفريقية. وتغطيتنا لفعاليات الحملة الوطنية التحسيسية 21 لوقف العنف ضد النساء والفتيات متواصلة. اليوم نتعرف وإياكم على العنف الرقمي ضد النساء، ما هي مظاهره وكيف يعاقب القانون على انتهاك الخصوصية الرقمية؟ أسئلة وأخرى يجيب عنها تقرير إيمان سلوي، حمزة السايح ومحمد الجبري. العنف الإلكتروني والرقمي صار أحد أشكال العنف ضد المرأة الأكثر تفشيا وخطورة في ظل ازدياد عدد من المنصات والتطبيقات الرقمية من خلال إرسال صور خاصة أو انتهاك مجموعة من الرسائل الخاصة أو البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الابتزاز الذي قد يشكل تهديدا على المرأة والفتيات، مما قد ينتهك الخصوصية ويؤدي إلى تشهير في أحيين كثيرة. وكتهدد جميع الفئات السنية، لا الأطفال لا الناس الكبار لا النساء، النساء يعانيو منها أكثر من الرجال، وخاص غنحتاج المجتمع محتاج أن شيء يتقنن ويكون الضوابط ليه. ما خصنيش التصاور ديالي شي حاجه ديالي بيرسونيل، ماشي غير غنجي نصيفطها لاي واحد، زعما خصني نعرف داك لا بيرسون واش ثقه بالنسبه ليا. المشكل بعدا من داك لا بيرسون اللي صيفطات مثلا تصورها ولا شي حاجه. التوعيه والتحسيس فهمتي كتجي من لونتوراج ديالك وانت صغير، خاصك زعما تقدر تطيح في ديكا بحال ديال يتصيفطوا لك تصاورك وانت ما باغيش، انت شي واحد تشفر لك تليفون، ولكن لما تشفر لك تليفون وصيفطي انت شي تصويره ديالك هذا راه بصح كاين واحد لابارتي انت غلط. وفي ظل تطور الجريمة السيبرانية المتعلقة بالعنف الرقمي، فإن القانون 113 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب يتضمن عددا من العقوبات، حيث يعاقب الفصل 447(1) من القانون بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجنا كل من قام عمدا وبأي وسيلة معلوماتية بالتقاط أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل سري أثناء تواجده في مكان خاص ودون موافقة صاحبها. جميع أشكال العنف الممارسة بواسطة الوسائل الإلكترونية تعتبر كذلك جرائم عنف المنصوص عليها في القانون الجنائي. يعني الوسائل نص عليها المشرع يعتبرها من ظروف تشديد، أن استغلال أي صور حميمية أو لأي وسائل اتصال غير رسمية ديال الأشخاص النساء، فهذه الإحاطة هذه الهدف من المشرع هو وضع حد لهذه الظاهرة ديال التسيب اللي ولات، والإنسان ما كيعتقدش غالبا كيكون بدون اعتقاد وبدون نية أنه كيرتكب جريمة. فالأكثر من ذلك أن هذه النصوص الزجرية موجهة ضد أناس ليسوا مجرمين، ليسوا عندهم استبقاء الجريمة، ولكن موجهة لأغلبية الأشخاص اللي هما شباب ولكن ما كيوضعوش حدود للتصرفات ديالهم. التوعية والتحسيس بخطورة وأضرار العنف الرقمي وضرورة توعية الضحايا بأهمية التبليغ عن هذا العنف لما قد يشكل من تداعيات نفسية واجتماعية قد تؤدي إلى سلوكات خطيرة. ولمناقشة ظاهرة العنف ضد المرأة ينضم إلينا اللحظة سيد وليد بن سليمة رئيس المؤسس لجمعية سيدتي المغربية. مساء الخير. مساء الخير سيدي رضا، وشكرا لاستضافتكم لنا وشكرا لاستضافة جمعية سيدتي المغربية في بلاطو. مرحبا اليوم. مرحبا. بداية سيد بن سليمة نسألوا معكم، شنو اللي كيخلي يعني ظاهرة العنف المبني على النوع إشكالية يعني مجتمعية
كذلك الاثار والتداعيات ماشي فقط على النساء والفتيات لكن كيف كتب عليه يعني كذلك على المجتمع بصفه عامه. بالنسبه للظاهره ديال العنف الرقمي هو ظاهره بصفه عامه قبل هي ان هي ظاهره بصفه عامه وظاهره اللي مبنيه على الابتزاز اللي ولا اصبح اليوم بواحد الشكل كبير هو الابتزاز الالكتروني او اخذ الصور ديال الفتيات والتشهير بها في بعض المواقع. كاين العنف اللي مبني على النوع بالنسبه للعنف المنزلي اللي كيتعانيو بزاف ديال النساء في المنازل ديالهم بالعنف المنزلي المصور اللي كيتعاني منه المراه. كاين العنف ديال الشارع اللي كتعرض ليها النساء اللي هو عنف قائم. العنف مبني على اشكاليه هما اشكاليات مجتمعيه هي كبيره. نعم. ودابا حاليا ولينا كنشوفوا الابتزاز الالكتروني بالنسبه للصور ديال النساء اللي كيشهروا بهم. طيب تكلمتي سيد مسلمه على العنف الالكتروني، كنعرفوا ان العنف يعني كيتاقلم مع كل التحولات المجتمعيه، ففي ظل يعني انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فكيفاش يمكن لنا نتصداو لظاهره العنف خاصه يعني في الوسائط الرقميه؟ في الوسائط الرقميه نبلغوا كاينين الحمد لله اليوم مراكز اللي في جميع الاقاليم بالمملكه المغربيه واصبحوا ارقام ديال بالنسبه للامن الوطني، بالنسبه لرئاسه مجلس على السلطه القضائيه، بالنسبه للنيابه العامه اصبحوا عاملين خلايا في المراكز ديالهم كيستمعوا للمراه بالنسبه للعنف اللفظي. العنف فيه هو انواع، فيه اللفظي وفيه الجسدي. بالنسبه للعنف الرقمي ما كيقتصرش غير على العنف اللفظي والجسدي، بل حتى العنف ديال التحرش الجنسي اللي ولات كتعاني منه بزاف ديال النساء، والاستغلال اللي كتعاني منه بزاف ديال النساء، والزواج اللي هو مهم هذاك الزواج المبكر اللي كتعرض للعنف الزوجي، التزوج القاصر. هذاك بالنسبه لجمعيه السيدات المغربيه كانت دائما تدافع وستظل تدافع على المراه اللي كتعرض للابتزاز، اللي هو اصبح دابا كاينين بزاف الابتزاز ديال التشهير ببعض النساء، التشهير والابتزاز الالكتروني اللي هو ولا واحد المعضله اجتماعيه هي كبرى. كما كتعرفوا ان الابتزاز الالكتروني الله ولا ما كانش بحال سنوات هذه في السابق. وكاين واحد العنف اللي هو الاستغلال والاتجار في البشر، هو عنف قائم الذات، لان العنف هو مجموعه ديال الاشياء ماشي غير عنف واحد. بالنسبه للعنف القائم دابا هو اللي كاين، هو العنف المنزلي اللي كتعرض ليه بزاف ديال الفتيات وبزاف النساء. هو اللي كيخلق اضرار نفسيه كبيره اللي كتعاني منها المراه. سيد وليد بن سليمه رئيس المؤسسه الجمعيه السيدتي المغربيه، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا. مرحبا. أعلنت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية ومختلف الفعاليات عنوانا إلكترونيا رسميا instance@mudawana.ma قصد تلقي المذكرات والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها وتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية بهذا الخصوص.
إلى مراكش التي تحتضن أشغال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، وفي برنامجها ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة، محورها جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد، غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التحديات والإكراهات. أمين علام، العربي النهاري. تحولات كبيرة تشهدها المجتمعات عبر العالم، تطورت معها أساليب الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، من بينها جرائم الفساد وغسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، جرائم لم يعد بإمكان أي دولة لوحدها التصدي لها، بل لابد من اعتماد آليات لتعزيز التعاون والتنسيق. من هذا المنطلق تنعقد هذه الندوة الدولية التي تأتي بالموازاة مع أشغال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، لقاء يراهن على توطيد حوار عربي مستدام وتبادل أفضل للممارسات بين النيابات العامة في الوطن العربي للتصدي لهذا النوع من الجرائم. شبكات التهريب توسعت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وهي موجودة عبر الدول، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون إقليمي ودولي لتصدي لتحديات هذه الشبكات. وأيضا غسيل الأموال مرتبط ارتباط لصيق بموضوع تهريب الأشخاص والاتجار في البشر، حيث يتم استخدام هذه الآلية لتبييض الأموال المتحصل عليها من المهاجرين على حساب حياتهم ومعاناتهم. بالنسبة حق الاجتماع طبعا ممتاز، نتيجة التقاء النواب العموم العرب لما لا أهمية، وأيضا سادة نواب العموم العرب حريصين كل الحرص على مثل هذه الاجتماعات واللقاءات لما فيها من تنسيق تصب في النهاية لمصلحة الدول العربية كافة. المملكة المغربية ووعيا منها بالمخاطر والتحديات التي تطرحها جرائم الفساد وتهريب المهاجرين وغسل الأموال والاتجار بالبشر، تبنت سياسة جنائية تعتمد على الوقاية من هذه الجرائم وحماية ضحاياها وزجر مرتكبيها. كلمات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة توقفت عند المكاسب التي حققتها المملكة في هذا المجال من خلال التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية. رئاسة النيابة العامة أحدثت وحدات متخصصة بالنسبة لجرائم غسل الأموال والتجار بالبشر، وتسهر على تتبع هذا النوع من القضايا مع النيابات العامة للمملكة، وقد سجلت بعض الأرقام أن هناك تراجع فيما يخص هذا النوع من الجرائم، وذلك راجع لتضافر الجهود التي تقوم بها النيابات العامة والشرطة القضائية في هذا المضمار. مواضيع عديدة سينكب عليها المشاركون في هذه الندوة، من بينها الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها، والممارسات الفضلة والتقنيات الحديثة للبحث الجنائي في معالجة هذه القضايا. لقاء جمع على هامش الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة رئيس النيابة العامة بالنائب العام لجمهورية مصر العربية، تناول أوجه التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في المجال القضائي. نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع فيها ابتداء من هذه الليلة وإلى غاية يوم غد هبوب رياح قوية بعملات وأقاليم تطوان، الحسيمة، شفشاون، قرسيف، تازة، وعليه تهيب وزارة التجهيز والماء بمستعمل الطريق إلى توخي الحيطة والحظر نظرا لانخفاض الرؤية أو انعدامها في بعض الأحيان وتأجيل السفر إلى حين تحسن الأحوال الجوية. وللمزيد يرجى الاتصال بالأرقام الظاهرة على الشاشة. مشروع لفائدة الفتيات بدون شغل وبدون تكوين وخارج المنظومة التعليمية يتم إطلاقه اليوم في الرباط، مشروع يندرج في إطار برنامج التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. في المتابعة وصال مغري وعبد الرحيم فيلول. مشروع Girls Impact Bonds Morocco تم إطلاقه اليوم بهدف تعزيز تمكين الفتيات من خلال تطوير المعرفة بحقوقهن وإدماجهن اجتماعيا واقتصاديا.
هذا البرنامج هو عبارة عن مشروع يمتد على مدى 24 شهرا من طرف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بغلاف مالي قدره 7 ملايين درهم، ويهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة حوالي 3000 فتاة بدون عمل، وبمشاركة حوالي 250 من الفاعلين من مختلف القطاعات. هذا المشروع كيهدف لتنمية قدرات الشابة المغربية اللي ما كتكونش كتقرا، اللي ما كتكونش في عالم الشغل، واللي ما كتكونش في لا فورماسيون. دونك حنا بالنسبه لنا هذا واحد الهدف مهم و انسيب تري انتريسونط بور العمل ديال وزاره الشباب والثقافه والتواصل. كما يسبو هذا المشروع الى المساهمه في تنزيل برامج وزاره الشباب والثقافه والتواصل لانشاء ديناميكيه متعدده القطاعات ومتعدده الجهات الفاعله للعمل العام المتكامل لصالح الفتيات. المشروع غادي يمتد على حوالي 2 سنين، وغادي يبدا في البدايه على مستوى جهتين، جهه الشرقيه وجهه سوس ماسا، في افق يعني تعميمه بعد 2 سنين على مستوى جهات اخرى. وسيتم تنزيل وأجراءات هذا المشروع بالدرجة الأولى على مستوى جهة الشرق وسوس ماسا ليتم تعميمه على المستوى الوطني. الندوة الدولية للتعايش في الأندلس نقطة إشعاع تاريخي وإنساني تلامس عبرها أكاديمية المملكة المغربية وضيوفها بعضا من الملامح المشتركة بين مكونات ثقافية واجتماعية ودينية ميزت المجتمع الأندلسي وعنوانها التعايش. قراءات مختلفة تناولتها محاور اليوم الثاني من هذه الندوة، نتعرف عليها مع حنا أرسلان ونوردين صابر. اليوم الثاني من أشغال الندوة الدولية لأكاديمية المملكة المغربية حول التعايش في الأندلس توصل فيه البحث والتدارس حول أوجه مختلفة للتعايش في الأندلس اجتماعيا لغويا وسياسيا. برنامج الندوة تناول اليوم مفهوم التعايش رؤى متقاطعة، التعايش في مجال التاريخ والأدب واللغة والفن والبعد الإنساني والحضاري للتعايش. العلاقة بين المغرب وإسبانيا شد قوية، لدينا تاريخ مشترك، وهذه الندوة ستدفع بها نحو التطور. ففي الوقت الذي يعرف فيه العالم انقسامات وخلافات، من الأهمية بمكان بالنسبة للمغرب وإسبانيا توطيد علاقاتهما بالنظر للقسم المشترك الذي يجمع الشعبين. في اللغة هناك مفردات كثيرة إسبانية وقعت في اللغة العربية ولامست حتى الأسماء الأندلسية. على سبيل المثال هناك ظاهرة في الأسماء الأندلسية، ظاهرة الواو والنون في أواخر الأسماء مثل زيدون، عبدون، خلدون، عمرون إلى آخره. هذه الواو والنون هي متأثرة بالأون الزائدة الملحقة بالأسماء الإسبانية والتي تفيد التفخيم. هذه الندوة الدولية تأتي تنزيلا للروافد الأندلسية في الهوية الوطنية التي نص عليها الدستور، وتهدف إلى تعزيز وتطوير البحث العلمي حول قضايا التعايش والحوار وأدب الاختلاف، على أن تتوج بإنشاء كرسي الأندلس بأكاديمية المملكة المغربية لتفعيل قيم التسامح والتعايش والتفاهم المتبادل. واللحظة ندعوكم إلى رحلة متجددة في عوالم الفن السابع، عنوانها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. عبد الرحيم بن شيخي يطلعنا على الجديد. أهلا بكم إلى يوم جديد من فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش. يوم جديد، اكتشافات جديدة، عروض جديدة، ومسابقة رسمية بأفلام من مختلف أقطار المعمور. قبل ذلك ورشة الأطلس، محترف كبير لاكتشاف المواهب. اليوم يحصل خريج هذه الدورة على منحهم من أجل تشجيعهم على إنجاز أفلام سينمائية من مختلف الأصناف. هذه السنة 320 مشروعا تقدم لورشات الأطلس، وهو رقم قياسي. اليوم اختير منهم الفائزون، وبالتالي سيكونون على موعد مع إنجاز أفلامهم، سواء وثائقية، روائية أو توثيقية. لنكتشف ذلك في روبورتاج المهدي محب، عبد الفتاح الزوين وأسماء التازي.
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ليس حدثا للعرض السينمائي والالتقاء والتبادل بين المهنيين في مجال الفن السابع فحسب، بل هو دعامة أساسية لتطوير وإشعاع السينما، دعم مالي مهم يقدمه برنامج ورشات الأطلس للمخرجين الشباب من مختلف الدول بهدف إنتاج أعمالهم المتميزة. أنا سعيدة جدا لأن فيلمي الأول حاز على الجائزة. ورشة الأطلس برنامج ساعدنا كثيرا. لقد حصلت على الجائزة التي جعلتني بين هذه العائلة الكبيرة التي تجمع العديد من المواهب نظرا للمشاريع التي قدمت، منها مشاريع مخرجين أفارقة، وأنا سعيد بهذه المشاركة وبهذا التتويج. برنامج ورشات الأطلس للصناعة السينمائية وتطوير المواهب الذي أطلقه المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عام 2018 أحدث وقعا إيجابيا في مجال الفن السابع على المستوى العالمي. لقد تم الإعلان عن النتائج من قبل لجنتين، الأولى تكافئ كتاب السيناريو والثانية تكافئ المشاريع في طور الإنجاز. والجميل في الأمر أن سيناريو أغلب هذه المشاريع السينمائية لكاتبات النساء. ورشات الأطلس تعد فضاء لتطوير مشاريع سينمائية يتقدم بها جيل من المواهب الشابة، حيث بصم عدد من المخرجين الشباب المستفيدين من هذا البرنامج على حضور قوي في مهرجانات عالمية من قبيل مهرجان كان الفرنسي ومهرجان سان دانس الأمريكية. وكالعادة يحضر مشاهير السينما العالمية إلى مدينة مراكش. فيغو مورتنسن الممثل والمخرج الأمريكي يعتبر أن مراكش محطة أساسية في إبداعه، تلهمه الكثير وكذلك تمنحه فرصة اللقاء مع نجوم آخرين. لنتابع هذا الحوار مع فيغو مورتنسن. 40 سنة من الاشتغال السينمائي، فيغو مورتنسن تجربة عالمية بالفن السابع، وفيلمه أوريكا قوة درامية أبهرت النقاد. هذا ثاني فيلم أنجزه مع أليساندرو ألونسون، وثاني مرة فيلم أوريكا. سينما ألونسون ليست سهلة، ما أعنيه ليس فقط بالنسبة للمتتبعين للسينما لأنها حكاية معقدة، لأن العمل مع أليساندرو يعتمد على الحوار المتواصل، وهذا ما يفهمه الجمهور، والجمهور هنا فهم كل شيء في هذا الفيلم. تعددت مواهب هذه القامة السينمائية وتعامل مع مخرجين كبار. وشريط حكاية عنف صرخة إبداعية داخل الفن السابع. فيلم حكاية عنف كان لي دور مهم، إنه أول فيلم أنجزه مع ديفيد كورنبرغ من أصل 4، وهو أحب الأفلام إلي، ربما لأنه الأول، لكنني أعتقد أن تركيبة الفيلم كانت جيدة جدا. فيغو مورتنسن، مسار سينمائي حافل بالعطاء وتجربة متفردة. أنا أحب عملي وأعتبر نفسي محظوظا لأنني اشتغلت 40 سنة في السينما كممثل كمخرج وكمنتج. وفي فقرة حوارنا المفتوح نستضيف مبدعا، اليوم نستضيف هشام العسري، ذلك المخرج الذي يبحث في تنايا الفيلم، يعتبر أساسا أن الرواية أو الحكي أساسا لكل حبكة درامية في أفلامه التي أنجزها. لنتابع هذا اللقاء الذي أعده الزميل المهدي محب بكاميرا المعتصم بالله البوعزاوي عبد الفتاح الزوين وأسماء التازي.
مشاهدينا الكرام، يسعدني أن أستضيف المخرج السينمائي هشام العسري. هشام، بعد الترحيب، الجمهور المغربي اليوم سيتعرف على الشريط السينمائي من روكية حارة. المهرجان الدولي للفيلم هنا بمراكش يعد أيضا مناسبة للالتقاء بموزعين، بمنتجين، بالعديد من المهنيين في مجال السينما. ماذا يشكل لكم يعني هذا الحدث الدولي الكبير؟ بالنسبة لي كان واحد إن ريفوليسيون طرات في المهرجان مراكش من اللي ولات لاندستري، ولاو تيجيو الناس. يعني أنا قدمت الفيلم تاعي في ليزاتولي دو لاتلاس، ولينا كنجيو باش نشوفوا الأفلام، ولكن أوسي كنجيو باش نديفلوبيوها، باش نطوروها، باش نشوفوا إمكانية خلق جديد. إذنك من هنا ولات الأهمية كبيرة بزاف، باسكو فرض نفسه على المهرجانات في, 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 في الجهة ولا تاع عالميا. يعني ملي كنشوفوا الأسماء اللي حاضرة في المهرجان، أسماء كبيرة قوية. شوف، الله يرحم الوالدين، سيروا في حالكم ضربوا طويره. هاك الفيلم انا اصلا ما فاليديتوش، ما كاين لا ضحك لا تقشاب لا والو. سيروا بدلوا ساعه اخرى. في الانتاجات السينمائيه الكثيره لهشام نلاحظ الاعتماد على النص والروايه، انتم كيف تفسرون هذا التوجه؟ انا بالنسبه لي ما نقدروش نديروا فيلم الا ما قدرناش نكتبوه، وباش نكتبوه خصنا نحلموا به. كاين واحد الحلقه هي بحال هكا تندور، وتنظن بان بالنسبه لي الا ما قدرتش نكتب فكره ما نقدرش نشرحها للناس. راه عندنا مخرج فاشل كينعس مور المونيتور وضربوا دوير، الله يسهل عليكم. كنعرفوا هشام المخرج السينمائي، هشام الكاتب، هشام الموسيقي ايضا. كيف تشكل هذا التعدد؟ انا بالنسبه لي كتجيني بحال حاجه واحده. اول حاجه كتبتها انا هي المسرح، ثاني حاجه كتبتها هي روايه يعني تاع الخيال العلمي اكسيتيرا، ثالث حاجه كتبتها هي فيلم قصير تاعي اكسيتيرا. وتنظن بان كاين كل حاجه كاين حوار بيناتهم، وتتمكنني بانني ما نوحلش. خصنا نخرجوا من سكونابيل لو فورديزم. يعني فورديزم يعني داك اللي كما بينوا تشارلي شابلين في لي طون مودرن، واحد كيدور بولون كيبقى يدور في هذه خدماته. هذا هو اللي تفرض علينا، ان كنظن بان لي زارتيست خصهم يكونوا يقدر يرسم، يقدر يكتب، يقدر يدير الموسيقى. هذا الشيء يعني ناتورالمون سبونتانيمون لقيت راسي كنرسم وكنكتب وكندير هذا. نعم، اذا هشام العسري مخرج سينمائي، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. شكرا للدعوه. مشاهدينا الافاضل، الموعد يتجدد بكم غدا باذن الله مع ضيف جديد. نافذتنا السينمائيه لهذا اليوم انتهت. سنواصل متابعة فعاليات الدورة 20 للمهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش. لكم تحيات عبد الرحيم بن شيخي والمعتصم بالله البوعزاوي. أمس وقعت كل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجامعة الملكية الإسبانية والاتحاد البرتغالي رسميا اتفاقية الترشيح المشترك لاستضافة نهائية كأس العالم 2030، اتفاقية تحدد التوجهات الخاصة بالجوانب التقنية لاستضافة هذه التظاهرة الكروية العالمية. خالد شخمان. مرحلة مهمة في ملف الترشيح المشترك لاستضافة نهائية كأس العالم الذي سينظم بالمغرب، البرتغال وإسبانيا. هكذا تم وصف الاجتماع الثلاثي الذي جمع رؤساء الاتحادات الثلاثة بإسبانيا. التوقيع الرسمي أمس الأربعاء يلزم الاتحادات المعنية باحترام القواعد والإطار الذي ينظم عملية الترشيح المشترك ويحدد التوجهات الخاصة بالجوانب الفنية الرئيسية والخاصة بالترويج والتقييم وغيرها. ملف الترشيح لمونديال 2030 يتزامن كما هو معلوم مع الاحتفالات المئوية لكأس العالم، ومن المتوقع أن تكون دورة استثنائية ونموذجا للمئة عام المقبلة. جهود خاصة تبذلها البلدان الثلاثة منذ الإعلان عن الملف المشترك، وستعمل على إبراز الإرث التاريخي والثقافي والحضاري للبلدان الثلاثة وتقديم صورة واقعية ونموذجية عن كيفية التعاون بين أوروبا، إفريقيا وبقية العالم، وجعل مونديال المغرب، البرتغال، إسبانيا وجهة لا تنسى للجماهير التي ستحضر من مختلف دول العالم. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع أكد في هذا الاجتماع على أنه بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تتطور كرة القدم بالمغرب بشكل غير مسبوق من القاعدة وصولا إلى المنتخبات الوطنية، معتبرا أن العمل المشترك مع البرتغال وإسبانيا من شأنه أن يمنح العالم نسخة رائعة ستظل خالدة في تاريخ كرة القدم العالمية باعتبارها بطولة عابرة للقارات.
رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو غوميز وصف مراسم الاتفاقية باللحظة التاريخية للاتحادات الكروية ثلاثة ولكرة القدم في البلدان ثلاثة، وأكد أن العمل متواصل من أجل نسخة مغايرة لكأس العالم ستبهر مشجعي كرة القدم عبر المعمور. كما عبر بيدرو روشا رئيس الجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم عن امتنانه للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي وضع ثقته في الملف الثلاثي مبرزا انخراطه الكامل من أجل إنجاح هذا التنظيم خلال الأشهر المقبلة. أسود الأطلس يكرسون صدارتهم الدولية للمنتخبات على الصعيدين العربي والإفريقي. الفيفا أكدت في تصنيفها الشهري الصادر اليوم أن المنتخب الوطني قد حافظ على مركزه 13 ويليه السنغال في الرتبة 24 عالميا، فيما بطل العالم الأرجنتين يبسط صدارته على الترتيب العام، ترتيب جاء عقب إجراء 188 مباراة دولية خلال شهر نوفمبر. دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في جولته الخامسة بتألق مغربي لافت، أول عناوين حكيم زياش لاعب غلطة سراي التركي الذي قلب تأخر فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تعادل بتسجيل هدفين وتمريرة حاسمة أعطت هدف التعادل. العنوان الثاني حمل توقيع كل من يوسف أنصيري لاعب إشبيلية الإسباني الذي سجل الهدف الثاني لصالح فريقه قبل أن ينتفض فريق PSV إيندهوفن الهولندي ويتفوق بثلاثة أهداف لهدفين ساهم فيها إسماعيل الصبري بهدف أول. اليوم يحتفل المغرب باليوم الوطني للأرشيف، وفي هذه المناسبة احتفاء بالمفكر المغربي إدمون عمران المالح بمسيرته بأعماله وبمساره الذي يختزل جانبا منه معرض للوثائق والصور الفوتوغرافية برواق مؤسسة أرشيف المغرب. سمير أصبان، عبد العلي عياد وسعيد جاسي. وراء كل صورة حكاية، وهذه حكاية قلم لطالما انتصر للهوية المغربية. كان ملاحظا استثنائيا لتاريخ بلاده ومجسدا أكثر لغناه الثقافي. إدمون عمران المالح مغرد تامغربيت كما وصفه هذا المعرض الذي نظمته مؤسسة أرشيف المغرب احتفاء بمسار مغربي يهودي ناضل سياسيا من أجل الإنسان وعكست تجربته الأدبية القيم والتراث المغربي. هذا الشخص كان يقول أنا مغربي أولا ثم يهودي ثانيا، لأن تمغربيت هذاك الشيء لذلك تجدون في عنوان الندوة وكذا في عنوان المعرض مغرد تمغربيت، ذلك أنه طيلة حياته وهو يؤمن بانتمائه المغربي الأمازيغي العربي اليهودي الإسلامي. منحدر من مدينة أسفي وهو ترعرع وكبير بمدينة الصويرة، دخل إلى مجال الكتابة بالصدفة حيث كان صحفيا يكتب في مجموعة من الصحف كالموند، وبعد ذلك قام بكتابة مجموعة من الروايات. كان شغله الشاغل دائما هو ترسيخ قيم التسامح والتعايش الديني، كما كان يصر على أن تكون الدارجة المغربية موجودة ومتواجدة في كل من كتبه. لحظات مختلفة من حياة إدمون عمران المالح واتقل هذا المعرض. كان مخلصا للكتابة إلى حين رحيله عن هذا العالم عام 2010. أنا أقرأ وأكتب إذا أنا موجود، واحدة من مقولاته الشهيرة. كما يقول عمران المليح فكلنا مغاربة، يجمعنا وطن واحد هو المغرب، وبالتالي فعناصر وعناوين وفصول هذا المعرض تقدم للمعالم الكبرى لتامغربية لدى عمران المليح من خلال تجسيد مواقفه في مواقفه يعني السياسية وقناعته الفكرية. هكذا وثق هذا الحدث الثقافي لمسار مبدع كرس قلمه لاقتفاء أثر الهوية المغربية المتعددة والانتصار لمبادئ التسامح والعيش المشترك. إلى التذكير بالعناوين: جلالة الملك يستقبل بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية
ويعين رئيسها. جلالة الملك يستقبل عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم. مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم مرتبطة باستكمال كافة مراحل تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للرؤية الملكية المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية. انطلاق أشغال مؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخ بدبي، حدث عالمي يحضر فيه المغرب بتجربته ومبادراته وريادته الطاقية. غدا نلقاكم بإذن الله.